الحقيقة مبهورة بيه جدا لسبب واحد، لأن ده أي فنان في الدنيا يحلم إن هو يشتغل في استوديو زيه، بالإكويبمنتس دي، بالتقنيات الجديدة دي، بالكاميرات الجديدة، بالصوت، بكل حاجة. فيعني وبيسهل على الممثل كل شغله. حبيبي أنا ممكن أجيلكم في ساعتين أقعد وأصور وأعيش في بلدي التاني السعودية، ويبقى عندي كل الإمكانات وأخلص بسرعة شغلي، ويبقى very efficiently معمول، ويعني كل حاجة مريحة. يعني مثلا شفت هنا الراجل اللي قاعد على الجمل، شفت مثلا اللي هو راكب الجمل. ممكن في ناس تخاف تركب جمل، بتشوف ده. هنا عندك equipment فيه 35 كاميرا، ده شيء من وراء العقل. بشكركم جدا، وبشكر معالي المستشار على المجهود الرائع ده، وده انجاز في توقيت، لا توقيت عالمي يعني، ما حصلش. اكيد شفته بعين خبيره، ومشتاقه جدا لانها تشوف التطور ده، ولانه مهما احنا شفنا كصناع يعني في هذا المجال، فاللي شفناه لحد النهارده كان اخر ما توصلوا اليه. المرحله دي هي ما بعد ما توصلوا اليه، يعني الاجدد، الاحدث، التقني اكتر. ف بالنسبه لنا احنا كصناع سينما يعني ده حلم حقيقه. أول ما دخلت هنا قلت الله، هذا المكان مال الحصن اللي كان رمل وكان صخر وتراب وطوز، صار كذي بهالحلاوة. هذا أول ما دخلت. الآن أكيد أنا، لأن إحنا أساساً عندنا أفلام ومندرجة الأفلام وقاعد نشتغل، إن قلت إن شاء الله إني أنا أقدر أقدم هني، يعني أخذ لي تايم، إني أطلب تايم من الإخوان المسؤولي الاستديو إني أقدم جزء من الفيلم اقدمه هني بهذه الاستديوهات. طيب وش نوع الفيلم؟ احنا شفنا فيه باخره، شفنا فيه باخره وفي مويه لايك، تحس لايك؟ ما اقدر اصرح انا الحين. إيه؟ عندنا فيلم صرح عليه معالي المستشار، قال اسمه الخته، وما اقدر اصرح شنو داخل الفيلم، لكن ان شاء الله نحصل جزء نقدمه في هذه الاستديوهات. طيب شفت التفاصيل انت؟ شفت في بحيره، في سفينه، في بحيره، وفي هذه الكرومه اللي هني اللي بالاري، وفي كل الشركات السعوديه الأزياء. شفت كل التفاصيل، شيء مفخره. انت دخلت استديوهات عالميه، لوكيشنات عالميه، زرت ما شاء الله كل دول العالم. احنا لا نستعجل، احنا لا تستعجل، هذا افتتاح. نعم هذا افتتاح، اكيد في اشياء متطوره اكثر راح تجي وراح تملي المكان. فهذا الافتتاح هو بس الدافع، وبعدين الاشياء اللي بتكمل هذا هي الاعظم ان شاء الله. ان شاء الله نضاهي العالميه باذن الله. كلمه اخيره للاجيال الجايه لهذا الاستديوهات، عندكم استديوهات، عندكم امكانيه، عندكم دعم، فشدوا حيلكم. الاجيال القادمه اللي احنا ما لحقنا، احنا لحقنا على اطرافها الحين ان شاء الله، ولا وباللحق الله يعطينا العمر ان شاء الله. وبهذا الدعم، بهذه الدوله الكريمه اللي قاعد تدعم الافلام الخليجيه كامله، أقول اهتموا بصناعة السينما لأنها هي المستقبل، ولا تنسون المسرح الكوميدي. بمعنى أن احنا لو بنتكلم على أن في إمكانيات كانت بتبقى ضعيفة في أي مكان، النهاردة الإمكانيات القوية اللي موجودة في الاستوديو تخلي المؤلف والمخرج يسرحوا بخيالهم، إن ما بيفكروا بمشهد معين يقدروا ينفذوه، ما عندهمش صعوبة لأن الإمكانيات موجودة والمعدات موجودة. لو بقول النهاردة احنا لسه خارجين من آري، المكان ده بتاع آري دي من أكبر الشركات اللي بتعمل كاميرات واللي بتعمل معدات وعاملة استوديوهات، فطبعا في إمكانيات ضخمة جدا تخلي الواحد يعمل اللي نفسه فيه. يعني بعيدا عن إجراء المقارنة، لا هو ما يقلش عن أي استوديو. يعني أنا رحت باراماونت ورحت استوديوهات ديزني ورحت استوديوهات ورنر براذر، فلا هنا كمان هم قدام قدام قوي. البلاتوهات نفسها قديمة جدا، بيحدثوها أكيد أول بأول، لكن أنت لما تبدأ النهاردة بأحدث حاجة فده في حد ذاته إنجاز كبير قوي. طب سؤالنا الأخير ولو طولنا عليك،
جاء في بالك فيلم هنا أنت أو مسلسل تسويه هنا؟ والله يا ريت لو عندك فيلم أنا جاهز. في الباخرة أو السفينة موجودة؟ أيوة دي سفينة قراصنة. أيوة. نرجع في الزمن بقى. أيوة. سابقا تركي الشيخ تكلم عن هذا الموضوع وقال انه حيكون في هناك انجاز وان شاء الله حيكون سريع، فانا تساءلت بيني وبين نفسي معالي تركي الشيخ شنو يقصد في هذا الانجاز، شيء له علاقه بالفن. ففعلا هذا الانجاز شفته بعيوني بفتره قصيره حقيقه، يعني شيء ابهرنا اول ما دخلنا الى المكان. قلت أوكي استديوهات، بس ما توقعتها بهذه التقنية العالية جداً. يعني مرينا على كذا مكان وكذا ستيج وكذا استديو في هذه الضخامة وبهذه الإمكانيات الرائعة، فهذا يعتبر فخر وإنجاز عظيم في مثل هذه الفترة نحسد عليه، فعسى الله يحفظنا ويحفظكم. يعني إحنا اشتغلنا بس في الحين تقنيات جديدة وكاميرات جديدة بإمكانيات جديدة، يعني وأكيد الناس اللي تشتغل على هذه التقنية محترفة جدا، يعني الشركة الألمانية اللي هم يعني عاملة المشروع هذا كله، أنا حقيقة عملت سيرتش عنها وقريت وشفت التقنية وإنها يعني قديمة جدا من منذ 100 عام هذه الشركة تعمل في السينما، فأنا أعتقد شيء مهول اللي شفته مختلف تماما عن اللي اشتغلنا فيه يعني إحنا في الخليج، يعني مثلا الطيارة، القطار، الترام، البحر، الأمور هذه، هذه إمكانيات جديدة حقيقة علينا يعني، بس إن شاء الله عسى الله يوفقنا. أولاً برحب بكم وبروتانا برحب بكم وبقصر روتانا منورينا. طبعاً يعني حدث عظيم، وأنا عارف المدة اللي تنفس فيه، فإنجاز كبير يعني على مستوى كل حاجة، على مستوى مساحة الاستوديوهات، على مستوى الإديت، على مستوى الغرف الملحقة بكل استوديو، على مستوى التقنيات المستخدمة، حاجة مبهرة وحاجة مشرفة ودايماً في تقدم. طيب لو جاء في بالك فكرة، ما جاء في بالك فكرة فيلم أو مسلسل تسويه هنا؟ وانا بعمل حاجه يعني ليها علاقه جدا بحاجه شفتها هنا، وكنت دلوقتي بتكلم في تفاصيلها ودخلت اتفرجت عليها، بحس ان انا ان شاء الله في اقرب وقت ابقى بصور هنا. طيب سؤالنا الاخير، ما نبي نطول عليك، اعمالك القادمه، مسلسلات القادمه، علمنا شيء من الحاجه اللي تقول عنها. وهو انا حاليا بحضر لمسلسل في رمضان اسمه الكابتن، ان شاء الله اخراج الاستاذ معتز التوني وانتاج الشركه المتحده وبالاشتراك مع كريم ابو ذكري، وعندي مسرحيه في موسم الرياض ان شاء الله كمان يمكن اسبوعين، مسرحيه اسمها الف تيتا وتيتا، ان شاء الله نكون موجودين معاك وتبقى نتشرف دايما بيك. ابهار فعلا، ودي حاجه تساعدنا جدا ان ده يبقى موجود في عالمنا العربي، ده هيساعدنا ان احنا نعمل افلام ترتقي اكتر واكتر من الافلام اللي موجوده، لان انا بقولها دايما ان الافلام دلوقتي بقت بتتشاف على الموبايل، اي حد ممكن يشوف اي فيلم في العالم من اي حته على موبايله، فلما كنتش انت تواكب ده وتعمل افلام تواكب المستوى ده هتبتدي تفقد جمهور كبير، والسينما صناعه كبيره جدا جدا جدا، مش بس لا ليها مردود مادي، لا مردود ثقافي على مستوى الناس. فاحنا فخورين ان في عالمنا العربي يبقى عندنا استوديوهات زي دي بالتكامل مع الاستوديوهات الموجوده في القاهره، اعتقد ان احنا هنعمل افلام اعلى واعلى من الافلام الموجوده، ولينا تجربه في كده في ولاد رزق هنا في الرياض. طبعا انا عندي فيلم هنا تاني ان شاء الله هعمله قريب باذن الله، هنا هنعلن عنه في وقته ان شاء الله. طيب سؤالنا الاخير، اعمالك القادمه ومشاركاتك القادمه. انا بعمل فيلم اسمه فرقه الموت بصوره حاليا، وده ان شاء الله هصور منه برده جزء منه هنا في الرياض ان شاء الله. من معاك في الفيلم؟ الفيلم ده اخراج المخرج احمد علاء، وفي اسر ياسين، وفي منى شلبي. زي ما انت قلت مبهورة جدا جدا، مبهر جدا، بيحقق احلام كثيرة لكل صناع السينما في الوطن العربي،
اللي عايز كل حاجة هيلاقيها متواجدة بفيري كواليتي بمساحة هايلة. الاستوديوهات كبيرة 5000 متر. في واحد استوديو مش اللي احنا طالعين منه اللي هو الاريا الاولاني، في اندر ووتر تصوير، وبره في موج وعاصفة ومطر وكل حاجة. امكانيات رهيبة. انا فرحانة قوي ومبهورة وبقول شكرا 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 ان احنا نقدر نخلي كل المخرجين وصناع السينما يقدروا يحققوا احلامهم اللي كانوا نفسهم فيها في وطنهم العربي. اللي انا بشوفه هنا مش في الاستوديوهات، مش الامكانيات الموجوده مش موجوده في باقي الاستوديوهات اللي موجوده، لكن طبعا ارضنا كبيره والخارجي التصوير الخارجي فيها بيبقى واقعي وبيبقى يعني حلو جدا، بس كمان صعب جدا جدا. هنا انا كنت واقفه في ديكور الصحراء ونهار جوه بلاتو وليل، وكمان بيلف يبقى ديكور تاني. فالتسهيل ده يوفر في ايام الانتاج وفي الساعات، فبالتالي يخدم الانتاج. حاجة مبهرة ومشرفة لأي حد في الوطن العربي، لأن أنا فخورة بجد فعلا إن الاستوديوز دي موجودة في الوطن العربي، لأن حاجة كبيرة وإكوبمنتس عالية جدا، وشفت لوكيشنز صعبة قوي يعني لازم نسافر لها بره، فلقيناها هنا اللي هي البحيرة والتانك اللي تحت المية، يعني تحفة. جت في بالك فكرة فيلم أو فكرة دور هنا في الجولة؟ فيلم رعب تحت المية. خلاص ننتظرك أجل. لا 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 لا، ما فيش، ما شفتش الحاجات دي خالص في الوطن العربي، يعني بالبحيره بالطياره لا يعني انا ما شفتهاش بصراحه. يعني حلوه جدا جدا وهتعمل نقله كبيره قوي في الصناعه السينمائيه، وما اعرفش هيصوروا فيها تلفزيون ولا، بس السينمائيه متاكده هيحصل فيه نقله، يعني بدل ما نسافر بره لا هنيجي نصور. سعيد جدا كون معكم، سعيد جدا كون بالرياض. استوديوهات الحصن هي صارت حصن، عنا حصن أمين للدراما العربية القادمة إن شاء الله. إنجاز كبير، ما شاء الله إمكانيات ضخمة جدا. أنا كممثل عربي أفتخر إنه في دولة عربية قدرت تتأمن للممثل السعودي بداية هذا المكان المتكامل، وللممثل العربي وحتى للممثل الأجنبي يلي بيفكر يجي يشتغل بالسعودية، فصار في إمكانيات ضخمة جدا توازي الإمكانيات اللي بيشتغلوا فيها كل ممثلين الغرب وأوروبا وأمريكا. جت فكرة المسلسل أو فيلم هنا وأنت تأخذ الجولة؟ جاني إنه بتاريخنا العربي في عنا قصص وروايات وحكايات وفيها خيال واسع جدا، فببساطة صارت ممكن تتحقق من خلال هاي الاستوديوهات والإمكانيات الضخمة. سؤالنا الأخير، أعمالك القادمة، مشاركاتك القادمة؟ عم صور حاليا عمل بتركيا اسمه الاسم ماله نهائي، ولكن مبدئيا اسمه لعبة القدر أو يوم كتابة قدري، مسلسل إن شاء الله حيكون 45 حلقة. والله يعني الصورة أكيد بتحكي عن حالة، يعني شيء أكثر من ممتاز، رائع، رديف حقيقي للصناعة السينمائية التلفزيونية، وبارك لكم صراحة شيء أكثر من رائع، أكثر بكثير من رائع، وهذا الشيء أكيد بيؤدي يعني لأنه تتطور الصناعة أكثر وأكثر، مفيد جدا للمواهب والشباب السعودي، ولأنه تتنوع الإنتاجات أكثر في المملكة العربية السعودية. أنتم كممثلين وكصناع الأفلام ولا السينما، إيش يعني لكم هذا التواجد، هذا الشيء متواجد هنا في الرياض؟ إحنا كنا نشوف هالأشياء في أوروبا، في هوليود، في الاستوديوهات الكبيرة العالمية، الحين صار هنا في العالم العربي، في المملكة العربية السعودية تحديدا في الرياض. مثل ما قلت لك قبل شوي، أكيد يعني نحن دائما يعني بظن نحن وكل الفنانين سواء الشباب ومن كل الدول العربية عندهم رغبة دائما أنهم يطوروا الصناعة، والصناعة السينمائية والتلفزيونية دائما عم تتطور ودائما فيها أبديتس،
فشي جميل جدا بهالاستوديوهات وبالمعدات اللي موجوده بالليتست تكنولوجي اللي موجوده، بانه دائما انت كارتست او كفنان الايماجينيشن او المخيله تبعك بتقدر، صار في عندك التولز انك تقدر تحققها. بشد على ايديكم وبقول لكم الف مبروك، فعلا شيء رائع رائع. أعطاك في مخيلتك أو أعطاك فكرة أو فكرة فيلم أو مسلسل؟ لا، ما أعطاني فكرة فيلم ومسلسل، بس أكيد يعني خلق عندي رغبة بإني أكون موجود ساهم بإنتاج أو بالعمل بإحدى المشاريع الفنية الكبيرة لحتى تقدر تخدم هاي المعدات وهي التقنية بعمل فني ممتاز تقدر تنافس فيه، حتى مش على مستوى الإقليمي يعني حتى المستوى العالمي. طولنا عليك، سؤالنا الأخير، أعمالك القادمة، مشاركاتك القادمة؟ حالياً عم حضر مسلسل طويل شوي، راح يكون عرضه إن شاء الله ب 2025، 90 حلقة مسلسل، بس راح يحبوا الناس إن شاء الله أكيد. أنا شايف إن الفترة الأخيرة في المملكة الدنيا تطور بشكل سريع جداً. بشكر أبو ناصر طبعا على الدعوة وعلى المجهود اللي مبذول، في الآخر ده في مصلحة الفيلم العربي بشكل عام، سواء مصري أو سعودي أو أي جنسية عربية، ده هيسهل علينا جدا ككواليتي للفيلم. إن شاء الله بإذن الله الاستوديوهات دي تستغل بشكل كبير وتعمل نقلة كبيرة في الصناعة. أنا انطباعي الأول وأنا جاي عكس في الشارع عشان أدور انبهرت، يعني حتى ضعت في النازل، عرفت اللي منبهر صراحة. أنا كنت متوقع شيء ضخم جدا، بس جيت انبهرت وانصدمت إنه أعلى من اللي توقعته. المكان جاهز تماما، المكان تقدر تصور فيه من بكرة، تبدأ من بكرة تدخل الاستوديوهات وتصور، ما شاء الله تبارك الله، إمكانيات عالية جدا، غرف المونتاج فيها تجهيزات ومعدات رائعة جدا، في تواجد لشركات سعودية مرة حلو، واليوم عارضين وكانهم عارضين بضاعتهم اللي يقدمونها، مثلا مخزن سبعة، نبراس، كل شركة مقدمة وش عندها من معدات أو ديكورات أو غيرها، فمرة سعيدين. وإن شاء الله إن شاء الله يا رب تظهر الأعمال من استوديوهات الحصن، استوديوهات بيك تايم، وتطلع وتبرز وتنمو صناعة السينما في السعودية وفي العالم كله يا رب. أقول لك في إمكانيات أعلى هنا. أنا قبل في بداية أغسطس كنت في يونيفرسال ستوديو في LA، وكان معي صديقي يقول إن شاء الله يوم الأيام نشوف صورتك هنا وذا. قلت له لا، إن شاء الله يوم الأيام تشوف الاستوديوهات ذي في السعودية وأفضل منها. جينا للمعالي كاتب إنه في استوديوهات وذا في تويتر، وأعلنوا إنه قريب راح يكون فيه، وانصدمنا في هذا الكلام في 3 شهور كان بر يعني. فالحمد لله يا رب، إن شاء الله القادمة يجمل إن شاء الله. جدا شيء عظيم وحلم وأصبح واقع. كل شيء تحتاجه أنت كهاوي في الأفلام وصانع أفلام في مكان واحد، شيء ما ينوصل يعني ما ينقال، شيء لازم ينشاف، شيء عظيم جدا. متأكد أنه بيكون في أفلام جدا كثير عظيمة بتنطلق من هالمكان، ومتحمس، أنا متحمس والله. إذا لك إذا في تجربة لك هنا وش راح تكون؟ شفنا فيه سفينة وشفنا فيه بحر، حس لايق عليك الكاريبي كذا. والله انت مليش تبي تخليني اسرق سفن، بس يعني بالعكس، خلنا يعني من جد انت طريت شيء جميل. المكان يفتح خيالك من قوه ما هو كبير ومبدع وفيه كل شيء جدا رهيب، متحمسين. واو، ايش هذا؟ ايش قاعد يصير؟ احنا طلعنا من الرياض ولا طلعنا وين رحنا بس بالضبط؟ دخلنا بوابة كذا زمنية مختلفة فيها، ويجمع كل الممثلين معانا وكذا. عفوا اخوي، بس هلا هلا وسهلا، هلا وسهلا، الله يحييك. تعال شوي اخر شوي، هلا سكت سفر في شيء؟ شفتك انا في المسلسل صالح ابو عمره. نقول شايفكم والله ونعم، يعطيكم العافية. انا مرة خلاص خذوا لكم مكياس، لا كنت معدي والله، بس تفاجأت في فنانين هنا، فقلت سلم عليكم. لا جاي تصور يا جماعة، بعد عمري والله احنا صالح صديق الفنانين، احنا اللي نتصور معك. لا بعد عمري والله، ابرك من ساعة والله اخوي صالح، نجم فنان عظيم. منو ذا؟ صالح ابو عمره. تشبه واحد اسمه صالح ابو عمره. اي اشبه، يقول لي كثير والله اشبه. دقيقة
عادي نتصور عادي عادي يعني يلا. تمام يلا بس المايك لازم معك. ها طيب يلا يعطيك انا مره مبسوط اشوف والله وانا يعطيك من يعني كثرونا من الامل بعد عندي عذر الان كثر الاعمال كمل اللقاء اول طيب بعد ما شفت دخلت واخذت الجولة شفتوا الاستديوهات ايش جتكم فكرة فيلم؟ جتنا فكرة فيلم؟ اكشن انا ودي بعمل اكشن صراحة ودي بعمل اكشن لانه يعني كذا في مطاردات وسيارة وانط من جبل او انط من عمارة يعني ودي فيني هذه الطاقة صراحة في سفينة وفي بحر الله قلت بنسوي ان شاء الله سيزون 2 تايتانيك عندنا انا بصراحة كل الافكار اللي كانت في بالي ما كانت يعني ما كانت تتوقع هذا المكان فالحين يبي لي افرمت الليله الافكار القديمه واجيب افكار جديده مختلفه تسع هذا المكان لانه احلم وحقق بشكل كبير يعني.